الحارس العملاق اللي حضراتكم شفتوا له يعني بعض اللقطات من تألقه في الملاعب هو نجم من نجوم بلجيكا، حارس مرمى منتخب بلجيكا ونجم من نجوم كمان العملاق البافاري نادي بايرن ميونخ. لكن الحقيقه هو يتخطى كلمه او مصطلح النجوميه بمراحل. الراجل اللي انتوا هتشوفوه على شاشه الاهلي النهارده في السادسه نقدر نقول عليه اسطوره حيه من اساطير حراسه المرمى، مش على مستوى الكره البلجيكيه، على مستوى حراسه المرمى في تاريخ كره القدم، للدرجه اللي خلت اسطوره كره القدم البرازيليه بيليه يختاره من ضمن افضل 100 اسم عايشين على وجه الكره الارضيه من نجوم كرة القدم وحراسة المرمى. جون ماري فاف هو ضيفنا ونجمنا النهارده في السادسة، وطبعا في البداية لازم أشكره جدا على ظهوره على شاشة النادي الأهلي وعلى وجوده معانا في السادسة. أهلا وسهلا بيك طبعا، وكل الشكر ليك على وقتك وعلى مشاركتك معانا. مساء الخير، شكرا لكم أيضا، يسعدني بكل تأكيد وجودي معكم، وتحياتي لكم من قلب بلجيكا. أنا متواجد الآن في بلجيكا وبتمنى لكم مزيدا من التوفيق والنجاح. وفي البداية أود أن أهنئ النادي الأهلي على هذا الإنجاز العظيم. أنا شاهدت النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة وأحرز الميدالية البرونزية وأعلم ذلك جيد. مرة أخرى تهانينا لكم وشكرا لوجودي معكم. بداية وقبل ما أدخل معك في الكرة البلجيكية والمنتخب البلجيكي ونجوم بلجيكا الحقيقة بيتألقوا مع أكبر فرق العالم حاليا، خليني أخذ رأيك بداية. لو كنت تابعت طبعا نهائي بطولة كأس الرابطة اللي جمعت بين ليفربول وتشيلسي وقدمت لكل عشاق الكرة في العالم كله جرعة كبيرة جدا من المتعة والإثارة رغم غياب الأهداف، رأيك إيه في المباراة ورأيك إيه في تتويج ليفربول باللقب؟ ليفربول هو فريق عظيم، هو الأفضل في العالم من وجهة نظري في هذا الوقت. لديه لاعبين جيدين جدا، لديه مو صلاح المصري العملاق، محمد صلاح هو نجم هذا العصر، وهو بكل تأكيد أيضا إضافة وفخر للكرة الإنجليزية وما يقدمه مع ليفربول. ليفربول فريق قوي، وكما ذكرت محمد صلاح يلعب مثل ميسي من وجهة نظري، فأنا أراه ميسي الثاني ويلعب بهذا التكنيك كما يفعل ميسي. أنا عندما أرى محمد صلاح أرى الكرة مع محمد صلاح، يمثل ذلك لي كأني أشاهد أو ميسي في طريقة لعبه، فهذا بالتأكيد ما أراه عن محمد صلاح. طيب بمناسبة كلامك عن محمد صلاح، هل بتعتقد أن مو صلاح عنده فرصة في تحقيق لقب أو إحراز لقب الأفضل على مستوى العالم في السيزن اللي جاي؟ ومين أبرز أو أهم الأسماء اللي ممكن تبقى بتنافسه؟ كذلك طبعا أنا أتمنى وأمل في ذلك أن محمد صلاح يحصل على جائزة أفضل لاعب، فهو يستحق ذلك بكل تأكيد. هو ليس لاعب عادي، هو لاعب استثنائي يطور من نفسه، وأشاهد وأرى أنه لاعب دائما طموح، دائما ما يستخدم عقله ويطور الكرة ويطور طريقة لعبه، هو يفكر دائما في الملعب. هو ليس لاعب عادي يلعب كلاعبين آخرين، هو يستخدم عقله في كل لعبة. أعتقد هو يشبه رونالدو أيضا من ناحية التفكير، في طريقة تفكيره. أتمنى وأعتقد هو يستحق أيضا أن يحصل على هذه الجائزة. مهم كمان أسألك على لوكاكو، طبعا نجم منتخب بلجيكا ونجم تشيلسي، كتير يعني حسوا امبارح نتيجة غيابه عن التشكيلة الأساسية أن في حالة توتر بينه وبين توماس توخيل المدير الفني على المستوى الخاص، وعلى المستوى العام حالة توتر بتوصف المرحلة دي بين لوكاكو وبين فريق تشيلسي.
أنا لا أعرف أين المشكلة بالتحديد. أعتقد خسارة تشيلسي بالأمس هي ليست أو ليس هذا هو سبب حقيقي أو بسبب أو سبب راجع للوكاكو، هو خسارة عامة للفريق بأجمعه، ويتحمله الفريق ويتحمله المدرب بكل تأكيد. أنا فعلا لا أدري ما المشكلة. نحن عقلاء، وأعتقد أن لوكاكو هو لاعب محترف، لاعب أيضا يفهم كيف يحل مثل هذه الأمور، ويظل في أعلى مستوياته لظهوره لمساعدة فريقه لتقديم كرة قدم رائعة. أعتقد وجوده في إيطاليا في الماضي كان أيضا وجود قوي له، ظهر بمستويات رائعة. ونعلم تماما أن هناك اختلاف بين كرة القدم في إيطاليا وإنجلترا، التاكتكس والتكنيك مختلف تماما. أنا أعتقد عليه الالتزام، عليه حل مثل هذه أو أي مشكلة مع توماس توخيل أو مع النادي. هو لاعب مهم ولابد من الحفاظ على مستواه وتقليل أي احتكاك من أجل الارتقاء بمستواه. هذا مهم جدا للاعب قبل أن يكون مهم للفريق أو للنادي تشيلسي، وهو يخدم بالتالي الفريق بكل تأكيد. يمكن كلامي عن لوكاكو هياخدني أكتر لنجوم الكرة البلجيكية. يعني لوكاكو نسخة تشيلسي بالتأكيد أقل بكتير من نسخة الإنتر. دي بروينا مع المان سيتي ما وصلش لنفس المستوى اللي نهى به الموسم الأخير. هازارد طبعا، إيدن هازارد نجم الريال بعيد بقاله فترة طويلة جدا. ميرتنز نفس الحكاية. يعني في تراجع عموما أو ظروف صعبة بيواجهها أو بتواجهها أهم الأسماء في منتخب بلجيكا. وده يخليني أسألك، مطمن على فرص المنتخب البلجيكي في كأس العالم اللي جاي؟ اللي ناس كتير على فكرة بالمناسبة كانت بتتوقع أنه الجيل ده عنده القدرة أنه يحقق بطولة كبيرة. أنا أتابع لوكاكو بالمناسبة، وأرى أنه يستعد جيدا ويركز أيضا مع المنتخب. نعم، الاختلاف ما بين مستواه أو نسخته مع تشيلسي ليست هي بالتأكيد مع إنتر. دي بروين كما ذكرت حضرتك أيضا، دي بروين أيضا يظهر بشكل مختلف بين بلجيكا كمنتخب بلجيكا أو المان سيتي. أنا أعتقد عندما يلعب في المكان الصحيح والمركز الصحيح أيضا مع المنتخب كما هو الوضع مع الفريق، فيظهرون بشكل أفضل. نفس الكلام أيضا مع هازار. أعتقد أن الترانسفير الأخير وما فعله بذهابه لريال مدريد في الوقت الماضي قد أثر بشكل كبير. أعتقد أن هازارد قد يكون لديه فرص أكبر للعب أيضا لفرق قوية مثل برشلونة أو باريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان هازارد أيضا لاعب رائع ولاعب ممتاز ووجوده مهم جدا. أعتقد في الوقت الماضي ظهر بشكل رائع أيضا مع ريال مدريد. هازارد لاعب مهم ولابد من الاعتماد عليه مع منتخب بلجيكا. مهم جدا. أسألك عن تيبو كورتوا طبعا، وهو يعني من وجهة نظري واحد من أفضل حراس المرمى في العالم، وانت كنت واحد من اهم الاسماء في عالم حراسه المرمى في الكره البلجيكيه ومع بايرن ميونخ طبعا. رايك في المستوى اللي بيقدمه تيبو كورتوا والمستوى اللي بيقدمه مع ريال مدريد على وجه التحديد؟ هو حارس رائع كورتوا، أو تابعه يظهر بشكل رائع مع ريال مدريد، ويظهر في الليغا أيضا بشكل رائع في كل المباريات. أعتقد أن الوقت القادم سيكون هو وقت كورتوا، والعصر القادم في كرة القدم في حراسة المرمى في العالم كله سيكون له تواجد كبير ومهم بكل تأكيد. هطرح عليك أربع أسماء في حراسة المرمى، هطلب منك أنك ترتبهم بالأرقام الأول والثاني والثالث والرابع.
تيبو كورتوا حارس مرمى طبعا ريال مدريد، مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ، أليسن بيكر حارس مرمى ليفربول، وجان لويجي دوناروما حارس مرمى البي اس جي. الأفضل من وجهة نظر فاف؟ أعتقد في هذا الوقت أود أقول هي بين اثنين، نويا وكورتوا. نوير وكورتوا هم الأفضل، هم يظهرون بمستوى رائع ومستقر من وجهة نظري، والاستمرارية هي أهم شيء في تقييم اللاعبين، خصوصا نويا في آخر ثلاث أو أربع سنين دائما ما كان يتواجد اسمه في أفضل حراس العالم. كورتوا لديه مستقبل رائع، هو ليس محظوظ كما هو الحال مع نوير. نوير عملاق، كورتوا له مستقبل قوي، والاثنين من وجهة نظري هم الأفضل على الساحة وأفضل حراس مرمى، وسوف يتواجدون بشكل كبير. الأفضل ما بينهم لا أستطيع القول، ولكن أرى أن الاثنين هم الأفضل. طيب، عشان برضه مهم جدا، واعتقد انه مرحله بايرن ميونخ بالنسبه لك كانت مرحله مهمه جدا، يهمني اسالك على فرص بايرن ميونخ السنه دي، وخصوصا يمكن هو قريب من تحقيق لقب البوندسليغا، لكن على مستوى بطوله اوروبا، بطوله دوري الابطال، ازاي بتشوف فرصه، وخصوصا انه التعادل الاخير مع ريد بول سالزبورغ كان نوعا ما مخيب للامال. هل بتشوف البايرن قادر على انه يحقق لقب دوري الابطال السنه دي؟ بكل صراحة، بكل أمانة، الفريق فريق بايرن ميونخ هو فريق منظم جدا، فريق قوي يعرف طريق البطولات، بكل تأكيد يمتلك أفضل اللاعبين، وهو أفضل اللاعبين في أوروبا وفي ألمانيا وفي البوندسليغا من وجهة نظري. لديه حظوظ كبيرة في تحقيق البطولات كثيرة. اللاعبين الحاليين استطاعوا أيضا الفوز بألقاب كثيرة، كما هو الحال بوندسليغا وكأس ألمانيا وتشامبيونز ليج في الأعوام الماضية. عندما يظل أو يستمر هؤلاء اللاعبون لوقت أطول، فهم يفهمون بعض ويخدمون ويساعدون النادي في تحقيق ألقاب إضافية بكل تأكيد. هذا الفريق يعمل دائما على تطوير اللاعبين ويحمسهم ويشجعهم أيضا، ويعرفون أيضا ما هو الطريق لتحقيق البطولات. أعتقد من وجهة نظري في الشامبيونز ليج الحالية، أعتقد أن ريال مدريد وبايرن ميونخ من وجهة نظري هم من أفضل الفرق المرشحون للقب الشامبيونز ليج لهذا العام من وجهة نظري. في نهاية حواري معاك، لازم أطلب منك تختار ثلاث منتخبات، مين الثلاث منتخبات اللي من وجهة نظر جون ماري فاف هم الأقرب لتحقيق النسخة اللي جاية، لقب النسخة اللي جاية من كأس العالم؟ بالنسبة لبلجيكا، أتمنى طبعا بلجيكا وألمانيا ومحتمل إنجلترا أو أسبانيا. ما لا أستطيع القول أو التوقع. أعتقد كأس العالم في قطر هذا العام أو هذه النسخة ستكون أيضا قوية، وعندنا كأس أوروبا أيضا في الشهور القادمة، فأعتقد كأس العالم هذا العام أو هذه النسخة ستكون قوية وحماسية جدا. هناك منتخبات كبيرة جدا، أعتقد أن المنتخبات كلها تنظر إلى اللقب بكل تأكيد. أتمنى التوفيق لمنتخب بلجيكا، أتمنى ذلك،
أعتقد عندما أيضا بلجيكا قد يكون لها فرص أكبر أيضا في كأس أمم أوروبا، ولكن تحقيق لقب كأس العالم قد يكون صعب على بلجيكا، ولكن أتمنى لهم التوفيق بكل تأكيد، وأتمنى التوفيق بكل تأكيد في هذه النسخة في قطر. قبل ما أشكرك لازم أقول لك أنه أنا متعاطف جدا جدا مع الجيل ده من نجوم بلجيكا، وما أقدرش الحقيقة ما أتعاطفش معاهم، لأن هم جيل قوي بيقدم كرة ممتعة، وفيهم نجوم على مستوى كبير جدا من المهارة ومن القوة ومن السرعة ومن اللياقة. بزعل جدا الحقيقة لما ما بيقدروش يكملوا المشوار لغايه اخر، ودايما بشوفهم يستحقوا ان هم يكونوا من المنتخبات المرشحه للفوز باي بطوله. على كل الاحوال بشكرك شكرا جزيلا، وكل التوفيق لبلجيكا، وكل التوفيق لبايرن ميونخ، من الانديه اللي الاهلاويه بيحبوها جدا وبيحسوا ان في تشابه كبير جدا بينه وبين ناديهم المفضل النادي الاهلي. بشكر طبعا جون ماري فاف نجم الكره البلجيكيه ونجم بايرن ميونخ السابق على وجوده معانا في السادسه، وكلامنا على هكلم حضراتكم طبعا على ماتش بكره. ماتش بكره مهم، يعني خد اهميته بشكل كبير انه المواجهه الاخيره قبل ما نروح نلعب مع المريخ، وبعد مباراه سان داونز اكلم حضراتكم على قائمه الاهلي، اكلم حضراتكم على الاهداف طبعا. ولا يفتى ومالك في المدينه بيشرفنا نجم كبير النهارده في السادسه كابتن رمضان السيد هيكون ضيف علينا، بس اسمحوا لنا نقابله بعد الفاصل.